من رحمة الله إن شاء الله في الفيديو ده، وهنتكلم عن الـ ASM Part 2، وفيها هنبتدي نحول الـ ASM Chart اللي احنا عرفنا كويس بننفذها ازاي او بنرسمها ازاي في الفيديو اللي فات، هنبتدي نحولها لـ Design. Design يعني عاوز اوصل في الاخر لـ Logic Diagram، دايرة ابتدي ارسم لوجيك جيتس وارسم الدايره بتاعتي، احول الديزاين بتاعي او الاي اس ام شارت بتاعتي لديزاين. هنحل على ايه في الشيت دون؟ هنحل مساله على 1 في الفلوب ستيت، استخدم الدي في الفلوب. بعد كده هنحل على الان في الفلوب ستيت، هنحل مسالتين على الدي في الفلوب ومسالتين على الجي كي. نبتدي باول مساله في الشيت اللي هي المساله رقم 1، وفيها احنا بنيناها المرة اللي فاتت او بنينا الـ ASM chart ليها المرة اللي فاتت، وعرفنا كويس جدا بنجيبه ازاي. المرة دي بقى مكمل عليها، بيقول لك design، اعملي design using الـ hot one assignment. يعني ايه hot one assignment؟ بيكافئ لـ one flip flop per state، يعني في كل state هيبقى فيه flip flop واحدة بس اللي شغالة، وبيقول لك استخدم الـ D flip flop. تمام، النوع ده من المسائل سهل، يدوبك ان انا بمشي ورا الشارت بتاعتي اللي انا رسمتها، اشيل كل بلوك واحط البلوك المكافئ له. طيب بالنسبة لأول حاجة، ان انا عندي جانكشن في الاول كده، فالجانكشن دي المكافئة لإيه؟ لأور جيت، يبقى انا احط أور جيت. تمام، تاني حاجة عندي ستيت، فالستيت بالنسبة لي هحطها عبارة عن دي فليب فلوب، يبقى كل ستيت عبارة عن فليب فلوب. تمام، يبقى الخارج بتاع الاور داون هيبقى داخل على الدي فليب فلوب بتاعتي. طيب بعد كده هلاقي عندي ديسيجن بوكس. الديسيجن بوكس داون، الديسيجن بوكس قلنا هنعمله باستخدام دي ماكس، يبقى الديسيجن بوكس بتاعي هعمله باستخدام دي ماكس. دي ماكس كان في كام؟ انا عندي كام مسار خارج منه؟ عندي مسارين اللي هو الزيرو والوان داون. طيب انا عندي الدي ماكس بتاعي هيبقى عبارة عن 1 في 2. طيب الانتري بتاعه او الانبوت بتاعه هيبقى عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الخارج من الستيت بتاعتي اللي هو الخارج من الدي فليب فلوب. طيب بالنسبة للسيلكشن بتاعه، السيلكشن بتاعه هيبقى عبارة عن الانبوت بتاعي اللي جوه الديسيجن بوكس اللي هو عبارة عن الريست. تمام، هيخرج لي من الدي ماكس ده مسارين اللي هو 0 و 1. تعال نشوف المسار 0 بالنسبة لي هيبقى بيروح لايه؟ بيرجع للاس نوت تاني، وبالتالي يبقى المسار 0 بالنسبة لي داون هيروح على الأور جيت، هيبقى 1 من الدخل داخلين بتوع الأور جيت اللي هو المكافئ للجانشن الموجودة عندي. طيب بالنسبة للمسار التاني، المسار التاني اللي هو الواحد داون، بلاحظ ان هو داخل على ديسيجن بوكس تاني، يبقى انا عندي دي ماكس كمان. دي ماكس كام في كام؟ انا عندي 2 سيلكشن بالنسبة لي، يبقى 2 أس 2، يبقى 1 في 4، يبقى عدد المسارات اللي خارجة عندي 4 مسارات. طيب نيجي نبص الاول مسارين فيهم اللي هو 0 0 1 و1، المسارين دول هما الاثنين يعتبروا جانكشن مع بعض، الاثنين رايحين على نفس الحاجه، يبقى انا محتاج اور جيت هنا للمسارين دول مع بعض. طيب وهيروحوا لفين؟ هيروحوا ل الدخل بتاع اول اور جيت انا عملتها اللي هو الدخل الثاني بتاعها. تمام، يبقى انا خلصت من الجانكشن بتاعه الاس نود هنا او اللي هي قبل اس نود للاور جيت بتاعتها، وخلصت من المسار ده. تعالوا نشوف المسارين اللي باقيين لي. اول مسار فيهم اللي هو ال 1 0 1 0 1 0 بالنسبه لي داخل على ايه؟ طالع على اوتبوت اللي هو كونديشنال اوتبوت. كونديشنال اوتبوت هبتدي ايه؟ اشيله واحط اند جيت. اند جيت لايه؟ اند جيت للانتري بتاعه اللي داخل هنا داخل لي الكونديشنال بوكس بتاعي اللي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن 1 و 0 اللي هي عبارة عن اكس واي داش. طيب والدخل التاني للاند هو عبارة عن الانتري بتاع الجانكشن او بتاع الديسيجن بوكس اللي جاي لي منه اللي داخل لي او اللي جاي لي منه المسار بتاع الاوبوت بتاعي اللي هو هيبقى عبارة عن الخارج بتاع الدي ماكس الاولاني. طيب بالنسبة لي، ويبقى كده خارج الاند جيت دي هو عبارة عن الانكريمنت بتاعي او هو الاوبوت اللي اسمه انكريمنت. طيب بالنسبة للاوبوت اللي اسمه كلير هيبقى جاي لي من اند جيت برضو. اند جيت لايه؟ للمسار اللي هو 0 1 اللي هو عبارة عن اكس داش واي، والمسار التاني اللي هو الانتري بتاع الديسيجن بوكس اللي هو جاي من الدي ماكس الاولاني.
تمام. كل مسار من دول، كل مسار من اند جيت، هو رايح على ايه؟ رايح على ستيت، وقلنا ستيت بالنسبه لي يعني عباره عن دي فليب فلوب، او عباره عن فليب فلوب، لان احنا شغالين بالطريقه اللي هي وان فليب فلوب بير ستيت. بالتالي وصلنا الطريقه دي سهله، هي مجرد تعويض مباشر، يعني بشيل كل بلوك واشوف المكافئ له. نكمل في الطريقه الثانيه اللي هي ان فليب فلوب، وبالتالي محتاج اعرف عدد الفليب فلوبس بتاعتي. فنشوف عدد الستيتس بتاعتي، عندي 3 ستيت اللي هي اس نوت اس واحد اس اتنين، فبالتالي 3 ستيت، يبقى انا النمبر اوف فليب فلوبس بتاعي هيبقى عبارة عن لوج 2 لعدد الستيت اللي هو لوج 2 لتلاتة، هيطلع لي واحد وشوية، فهقرب للأكبر، للعدد الأكبر بالنسبة لي، فهيبقى عندي عدد الفليب فلوبس بالنسبة لي هو 2 فليب فلوب. تمام، يبقى انا عرفت عدد الفليب فلوبس بتاعتي. تاني حاجة هو بيقول لك، او هو طالب منك السؤال using ال binary assignment. binary assignment تمام، يبقى هبتدي اعمل assignment لل states بتاعتي. انا عرفت ان انا عندي 2 flip flops، هبتدي اعمل لهم assignment بال binary. اول state هخليها 0 و0، تاني state هتبقى عبارة عن الواحد، و تالت state عبارة عن الاتنين بال binary. تمام، عملت assignment. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اديزاين بالتي فليب فلوب. بالتي فليب فلوب يبقى انا كده مطلوب مني اول حاجه ان انا اطلع معادلات النكست ستيت اللي هي اي تي بلس 1 والبي اوف تي بلس 1. تاني حاجه مطلوب ان انا اطلع معادلات الانبوتس بتاع الفليب فلوب اللي هو التي اي والتي بي. تمام، ولو عندي اوتبوتس في الموضوع، بس هو الشكل ده ما فيش اوتبوتس بالنسبه لي، فلو عندي اوتبوتس في الموضوع محتاج اطلع المعادلات بتاعتها كمان عشان اعمل ديزاين او ارسم اللوجيك سيركت بتاعتي. نبتدي اول حاجه بمعادلات النكست ستيت بالنسبه لي اللي هو الاي تي بلس 1 والبي اوف تي بلس 1. اطلعهم ازاي من الاي اس ام تشارت؟ طيب تعالوا نبتدي بالاي اوف تي بلس 1. الاي اوف تي بلس 1 بالنسبه لي هي الديجيت دي، هي الديجيت دي هي الاي، والديجيت الثانيه هي البي. تعالوا نشوف بالنسبه للاي، عايزه اطلع معادلتها، عايزه اطلع معادلتها يعني عايزه اشوفها هي بواحد امتى، كانت بواحد امتى، ومنها اشوف المسار اللي انا مشيت فيه عشان اوصل للواحد ده. طيب هي بواحد امتى؟ الفليب فلوب اللي هو الديجيت دين، خلينا نركز معاها، هنا صفر، عند اس واحد هنا صفر برضو، عند اس اتنين هي اللي بواحد. يبقى انا محتاج اشوف المسارات اللي مشيتني او اللي مشيت فيها لحد ما وصلت ان ال A بالنسبة لي ال A of T plus 1 هي هتبقى بواحد. تعالوا نبص على ال state بتاعتي، هنلاقي ان هي داخل لها حاجتين، يبقى انا عندي مسارين ودوني للواحد ده. طيب نشوف المسار الاولاني، بقول المسار الاولاني بيبقى جاي من ال S node، يعني ال present state بتاعته كانت ال S node، ومشي في المسار ده وان عند الاكس والواي بصفر وصفر، وبالتالي اقدر اطلع معادلتها او اطلع اول جزء من المعادله بالنسبه لي، وهو الاس نوت هي صفر وصفر، يعني عباره عن اي داش بي داش، ومشيت في المسار ده اللي هو اكس واي صفر وصفر، يبقى انا عندي اكس داش واي داش. يبقى بالتالي اول جزء من المعادله او اول مسار سبب لي ان النكست ستيت او الاي اوف تي بلس 1 بالنسبه لي هتبقى بواحد، هو المسار ده اللي هو فيه عبارة عن A داش B داش X داش Y داش. طيب تاني مسار بالنسبة لي هو المسار دون، واللي هو بيبتدي من ال S نود برضو بالنسبة لي، أو ال A داش B داش بالنسبة لي، بس المرة دي ال X وال Y هذا قيمتهم X داش Y اللي هي 0 1 2. يبقى بالتالي المعادلة بالنسبة لي هعملهم OR، يبقى أنا عندي مسارين، يا إما المسار ده يا إما المسار ده. طيب المسار الاولاني قلنا معادلته هي a داش b داش x داش y داش. طب المسار الثاني هو جاي برضو من ال present state is not اللي هي a داش b داش، وال inputs بتاعتي كانت قيمها ساعتها x داش y. تمام، طلعت كده معادلة ال a of t plus 1. تعالوا عايزين نطلع معادلة ال b of t plus 1. ال b of t plus 1 بقول ان هي كانت بواحد امتى؟ تعالوا ندور عليها، ال b اللي هي الديجت الثانية دي، طيب هنا بصفر، في الاس اتنين بصفر برضو، يبقى انا مش مهتم بيها، بس هنا في الاس واحد هي بواحد، يبقى انا مهتم بالمسار ده، او مهتم اشوف ايه المسارات اللي ودتني للواحد ده. طيب نلاحظ ان هو مسار واحد بالنسبة لي، هو سهم واحد اللي داخل على الاس واحد، يعني هو مسار واحد اللي وصلني لكده. طيب المسار ده انا عبارة عن ايه؟ تعالوا نبتدي من الستيت اللي هي سببته. اول حاجة اللي هي كنت في اس نوت،
بعد كده مشيت في المسار ده وانا عند الاكس والواي بواحد وواحد لحد ما وصلت للاس واحد اللي هو هيبقى بالنسبة لي عبارة عن صفر وصفر اللي هو اكس ايه داش بي داش، ومشيت في الاكس والواي الاتنين بواحد اللي هو اكس واي. تمام، وصلت كده لان انا طلعت ال a of t plus 1 وال b of t plus 1. هل كده انا خلصت الديزاين؟ لا، هو انا خلصته في حاله ان انا بستخدم دي فليب لوب. ليه؟ لان الدي فليب لوب معادله الانبوت بتاع الفليب لوب هو معادله النكست ستيت، ال a of t plus 1 هتبقى هي ال d a، وابقى كده طلعتها. وانس ان انا وصلت ال a t plus 1 وال b t plus 1 انا كده طلعت معادله الدي فليب لوب. بس هو هنا محتاج مني ان انا استخدم دي فليب لوب مش دي فليب لوب. طيب يبقى محتاجين اكمل ان انا اطلع ال تي اي وال تي بي، هطلعهم من خلال التيبل ده. طيب التيبل ده مكوناته عبارة عن ايه؟ عندي ال A وال B اللي هما ال present state عشان انا عندي 2 flip flops، عندي ال X وال Y دول ال inputs بتوعي، والجزء ده يعتبر جزء ال inputs بالنسبة لي اللي هو هاملة الاحتمالات عادي خالص. طيب تعالوا نشوف الجزء التاني. الجزء التاني عندي ال A of T plus 1 وال B of T plus 1. طيب دول هملاهم ازاي؟ هملاهم من المعادلات اللي انا طلعتها. انا عندي معادلة ال A of T plus 1 هي عبارة عن A dash B dash X dash Y dash اللي هي عبارة عن 4 أصفار. يبقى انا عندي اول خانة بالنسبة لي ال A of T plus 1 فيها بواحد. طيب تاني جزء عبارة عن A dash B dash X dash اللي هو 0 0 0 1 اللي هي تاني خانة بالنسبة لي. يبقى انا كده هاملة اول خانتين بس هما اللي بواحد وبقية التيبل بصفار. طيب بالنسبة للبي، البي هي جزء واحد بس، او عندي A داش B داش X Y اللي هي عبارة عن 0 0 1 1، فيبقى الخانة اللي هي 0 0 1 1 هي دي اللي هتبقى بواحد وبقية الجدول بصفار. طيب بلاحظ حاجة ان انا عندي الستيت اللي هي اسمها 1 و1 دي، انا الستيت دي ما استخدمتهاش اصلا او ما حطيتلهاش assignment، ما استخدمتهاش في المعادلات بتاعتي اصلا. طيب هي هتروح للنكست ستيت ايه؟ انا هنا في التيبل حطها ان هي هتروح للنكست ستيت 0 و0. ممكن حد تاني يعملها دونت كير، ان انا احطها بدونت كير لان انا مش مهتم بيها اصلا الستيت دي، انا ما استخدمتهاش. او ممكن تقصين ليها قيمه زي ما انا عامله هنا ان انت تحط توديها للستيت اللي هي 0 و0. تمام، وصلت للتيبل بتاعي. من التيبل بقى عندي اللي هو البريزنت ستيت اللي هي ايه، وعندي النكست ستيت بتاعتها اللي هي a of t plus 1. ومن خلال الاكسايتيشن تيبل اقدر اطلع ال TA وال TB. طيب طلعت ال TA وال TB، هدخل على الماب واطلع المعادلات بتاعتهم. وصلت المعادلات ال TA وال TB. ال TA بتساوي A plus B dash X dash وال TB B plus A dash X Y. تمام، وصلت لمعادلاتهم. انا كده اقدر اعمل الديزاين بتاعي او ارسم اللوجيك دياجرام بتاعي، وبالتالي ابقى خلصت مسألة الديزاين. نشوف مسألة تانية على نفس الحاجة برضو، او التي فليب فلوب برضو بيقول لك استخدم ديزاين باستخدام التي فليب فلوب، بس والمرة دي برضو هتستخدم باينري اساينمنت. طيب لأنهي مسألة؟ هي المسألة رقم 4 في الشيت، ودي اللي رسمنا لها برضو الـ ASM chart السكشن اللي فات او في الفيديو اللي فات. تعالوا بقى المرة دي نحولها لديزاين. فأول حاجة أو أول سؤال بسأله لنفسي في الديزاين هو إيه عدد الفليب فلوبس اللي أنا هستخدمها؟ أنا عندي 2 state، 2 states بالنسبة لي اللي هو الـ ideal والـ subdain. فبالتالي أنا عندي إيه بالنسبة للـ N flip flop؟ عدد الفليب فلوبس هيبقى هو 1 flip flop بس. طيب تاني حاجة بعملها بشوف إن هو قايل لي اعمل assignment باستخدام ايه، فهو قايل لي باينري assignment. يبقى انا عندي الستيت دي ان هي 0 والستيت دي ان هي 1 بالنسبه لي. طيب تالت حاجه قلت هعملها ايه؟ انا هطلع المعادلات بتاعتي، معادلات النكست ستيت، ولو عندي معادلات اوتبوت هطلعها. وبعد كده محتاج ان انا اطلع معادلات الانبوت بتاع الفليب فلوب اللي هي عباره عن التي اي بالنسبه لي. تعالوا نطلع اول حاجه بالنسبه لي ال a of t plus 1. a of t plus 1 قلنا هشوف المسار اللي خلالي ال a بالنسبه لي بواحد، فال a بواحد اللي هي عباره عن الستيت دي. طيب ايه المسار اللي خلاها لي بواحد؟ ان انا ابتديت من ال idle اللي هي عباره عن ال a dash بالنسبه لي، ومشيت في المسار داون اللي هو كان فيه الداتا بالنسبه لي او الانبوت اللي اسمه داتا قيمته بواحد. يبقى يعني انا عندي المسار داون جالي نتيجه ال a dash في الداتا. تمام، عندي موجود اوتبوتس في الموضوع؟ لا، انا عندي اوتبوت المره دي
اول اوت بالنسبه لي هو اللود. طيب اللود دون جالي من انه مسار اول، كان ايه المعادله بتاعته؟ طيب اللود دون جالي من المسار دون اللي هو كان فيه البريزنت ستيت بتاعتي، او الستيت بتاعتي هي عباره عن ايدل اللي انا مديها اساينمنت صفر، فاللي هي تبقى عباره عن اي داش، وجالي نتيجه ان الديسيجن بوكس ده اللي فيه انبوت داتا والداتا كانت قيمتها بواحد، يبقى عباره عن اي داش في الداتا. تمام. تاني اوبوت بالنسبه لي هو الاوبوت اللي اسمه نيجاتيف او ان اي جي. طب لان اي جي دون جايلي من مسار ايه؟ جايلي من مسار دون اللي هو كانت الستيت بتاعته بواحد، يبقى انا بالنسبه لي ايه، وجالي من الانبوت اكس لما كان بورو لما كان بواحد، يبقى انا عندي الاوبوت اللي اسمه نيجاتيف هيبقى عباره عن ايه في البورو. تمام. اوصل لتالت اوبوت بالنسبه لي هو عباره عن الاس، والاس بالنسبه لي هي جوه الستيت، يعني هي بتعتمد على البريزنت ستيت بس، يعني هي عباره عن الاي بتاعتي. طيب عايزه اكمل الديزاين بتاعي هعمل ايه؟ المرحله التيبل بتاعي، طيب التيبل هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه اول حاجه الاي اللي هي الستيت او الفليب فلوب بالنسبه لي، ان انا عندي واحد بس، فانا عندي بريزنت ستيت واحده اللي هي الاي، وعندي تو انبوتس اللي هو الداتا والبرو، املى الاحتمالات بتاعتي في الجزء ده. بعد كده يبقى عندي الاي اتنين، الاي اوف تي بلس 1. الاي اوف تي بلس 1 دي بالنسبه لي هي النكست ستيت واللي انا طلعت معادلتها، فاقدر احط هي بوحيد امتى في التيبل بتاعي. المجهول بالنسبه لي او اللي انا محتاجه اطلعه عشان اعمل الديزاين بتاعي هو التي اي. التي اي هبتدي اطلعها ازاي؟ من خلال انا عندي البريزنت ستيت والنكست ستيت، ادخل الاكسايتيشن تيبل واطلع التي اي بتاعتي. طلعت التي اي بتاعتي هعمل ايه بعدها؟ ادخل على الماب واطلع المعادله بتاعتها، فطلعت لي التي اي بتساوي ايه بلس داتا. تمام كده انا بقى عندي معادلات الاوتبوتس بالنسبه لي ومعادلات الانبوت بتاع الفليب فلوب، اقدر ارسم اللوجيك دايجرام بتاعي. يا ريت نجرب نرسمه، لو في مشكله نسال. بعد كده للمسألة رقم 9 في الشيت، واللي فيها بيقول لك design بس المرة دي باستخدام ال JK flip flop. تاني حاجة بيقول لك using ال gray assignment مش binary assignment زي ما كنا بنحل قبل كده. طيب أول حاجة نشوف أول سؤال بنسأله اللي هو كم عندي كم flip flop بالنسبة لي، ال number of flip flops بالنسبة لي 3 states، فعرفناها ان خلاص عندي 2 flip flops A و B. تمام. تاني حاجة انا عايز اعمل ايه؟ اعمل assignment، ابص على نوع assignment اللي هو قايلهولي في المسألة، بيقول لك اعمل gray assignment. gray assignment يبقى خلاص هassign ال s1 وال s2 وال s3 بالشكل ده 001 و0 و1 و1. طيب تالت حاجة الخطوة اللي بعد كده محتاجة اعمل ايه؟ محتاجة اطلع معادلات ال next state اللي هي a of t plus 1 وال b of t plus 1، اعتقد دلوقتي بقينا نعرف نطلعهم. طيب محتاجة اطلع معادلة ال a of t plus 1. طيب ال a of t plus 1 دي عايزه اشوف هي بقت بواحد امتى، فالفليف فلوب اللي اسمها ايه بالنسبه لي هي الفليف فلوب دي، هنا كانت بصفر، هنا كانت بصفر مش مهتم بيها، هنا كانت بواحد، فعايزه اشوف المسار اللي وصلني لكده اللي هو عباره عن ايه. عندي مسار اهو وهدي المسار التاني، نشوف اول مسار فيهم اللي جاي من هنا اللي هو جاي من ايه؟ جاي من الستيت التانية اللي هي s2 واللي فيها كان عندي 0 و 1 اللي هي عبارة عن A داش B، وبعد كده مشيت في المسار دون اللي الزد بالنسبة لي كانت بواحد، فيبقى عندي زد. يبقى أنا عندي أول مسار هيوديني للواحد بالنسبة لي في ال next state هو A داش B Z. طيب تاني مسار اللي هو المسار ده، طب المسار ده جاي منين؟ جاي من present state S3 اللي هي عبارة عن 1 و 1 اللي هي عبارة عن A B، وبعد كده مشيت للاس بتاعتي هتبقى بواحد، يبقى انا عندي اس اس. يبقى بالتالي بقى عندي ال a of t plus 1 هي عبارة عن اور لحاجتين مع بعض، a dash b z زائد a b s. تمام. بالنسبة لل b of t plus 1 اقدر اطلعها بنفس الطريقة، هشوف ال b بتاعتي بقت بواحد امتى فهلاقيها في مكانين، هشوف المسارات اللي وصلتني لكده واطلع المعادلة بتاعتي. وصلت المعادلات النيكس ستيت، الخطوة اللي بعد كده عايزة اطلع معادلات الاوبوتس برضو اللي موجودة عندي. تعال نشوف عندي كام اوبوت. اول اوبوت بالنسبة لي هو ال SCLR او S clear اللي هو دون الاوبوت ده. الاوبوت ده موجود في مكانين بالنسبة لي اللي هو هنا وهنا، يبقى هو الاوبوت دون هيطلع لي من حاجتين،
اول حاجه بالنسبه لي ان هو موجود جوه الستيت دي، فيبقى معتمد على الستيت بالنسبه لي اس واحد اللي هي انا مديها اساينمنت بزيرو زيرو اللي هي عباره عن اي داش بي داش، او ان الاوت داون ممكن يطلع لي منين من المسار ده برضو اللي هو كان جاي لي منين، جاي لي من اس اتنين اللي هي عباره عن اي داش بي، وده جاي لي من مسار ان الزد الانبوت بتاعتي كانت بواحد يبقى زد. يبقى انا عندي الاس سي ال ار هي عباره عن اي داش بي داش زائد اي داش بي زد. تعالوا نشوف تاني اوت بالنسبه لي، عندي الاوت اللي اسمه دان، ودان ده موجود في مكان واحد وجوه الستيت بتاعتي، فهو معتمد على الستيت بس اللي اسمها اس 3 اللي هي قيمتها واحد واحد اللي هي عباره عن اي بي. تعالوا نشوف تالت اوت بالنسبه لي هو الاي، والاي دي جايه لي من المسار ده اللي هو عباره عن اي، جاي لي من الاس 2 اللي هي عباره عن اي داش بي، وجاي لي من الزد ان هي بصفر يبقى اي داش بي زد داش. طلعت معادلات الاوتبوتس بتاعتي. اوصل بعد كده ان انا عايز اطلع معادلات الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي اللي هي الانبوتس بتاع الفليب فلوبس بتاعتي. طب لحسن الحظ هنا ان الجي كي بالنسبه لي هي قريبه من الدي فليب فلوب شويه، ان انا اقدر من خلال المعادلات بتاعه النيكست ستيت اللي انا طلعتها اقدر اطلع معادلات الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي على طول من غير ما اعمل زي الدي فليب فلوب وادخل التيبل والمابس والكلام ده كله. طيب هطلعهم ازاي؟ انا بالنسبه لي الكيو اوف تي بلس 1 في الجي كي فليب فلوب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن جي كيو داش زائد كي داش كيو. طيب ده معناه ايه؟ ان معادله الكيو اوف تي بلس 1 او معادله النيكست ستيت اللي انت طلعتها هتلاقي فيها جزء منها مضروب في كيو داش، او حاجه منها موجوده قدام الكيو داش. طب اللي قدام الكيو داش دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الجي اي بتاعتك او عباره عن الجي بتاعتك. طيب بعد كده اللي قدام الكيو بالنسبه لي هيبقى عباره عن الكي داش. طب ما نطبق ده على اول حاجه اللي هو الاي اوف تي بلس 1. الاي اوف تي بلس 1 بالنسبه لي هتبقى عباره عن اي داش في الجي زائد اي في الكي داش. بالنسبه لي جنب الاي داش هيبقى هو عباره عن الجي اي اللي هو عباره عن البي زد، يبقى الجي اي بالنسبه لي هتبقى عباره عن بي زد. طيب بالنسبه للكي اي، الكي اي بالنسبه لي الكي داش هي اللي جنب الاي اللي هي عباره عن بي اس، يبقى البي اس دي هي عباره عن الكي داش، وبالتالي الكي بالنسبه لي هتبقى عباره عن ايه؟ الكومبلمنت بتاعها اللي هو هيبقى عبارة عن بي داش زائد اس. تمام قدرت تطلع الجي اي والكي بي. تعالوا نبص على الجي بي والكي بي بقى. بالنسبة لي النكست ستيت، معادلة النكست ستيت دهيا انا محتاجة اطلع اول حاجة الجي بي، فبقول ان الجي بي هي اللي موجودة قصاد البي داش او اللي موجودة قدام البي داش. اللي موجود في المعادلة بتاعت البي داش موجود عندي اي داش واس، يبقى الاي داش والاس دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجي بي بالنسبة لي. طب بالنسبة للكي بي بقى، الكي بي هي اللي قدام البي، انا قدامي اتنين بي هنا، يبقى لو خدت البي دي مشترك هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي اي داش زد زائد اي اس، ودي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكي داش. طيب انا عايز اجيب الكي بقى بالنسبة لي، بعمل كومبلمنت عليها كلها واطلع معادلة الكي بي. ومن هنا بستنتج ان انا عندي الجي كي فليب فلوب، ممكن ان انا اطلع معادلات الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي او الانبوت بتاع الفليب فلوب بالنسبه لي من المعادلات النكست ستيت اللي انا طلعتها من الاي اس ام تشارت على طول من غير ما اعمل تيبل والكلام ده. طيب وصلت ان انا جبت النكست ستيت، جبت الاوتبوت بتاعتي، وجبت معادلات الانبوت بتاع كل فليب فلوب، بالتالي اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل الديزاين بتاعي او اقدر ارسم الفليب فلوبس بتاعتي والتوصيلات بتاعها كلوجيك دايجرام. وصلنا لاخر مسألة في الشيت دلوقتي اللي هي مسألة رقم 10، وفيها بيقول لك ديزاين برضه باستخدام الجي كي فليب فلوب بس باستخدام الباينري اساينمنت مش الجراي زي المسألة اللي فاتت. طيب تمام، اول سؤال بسأله برضه هو عدد الفليب فلوبس بتاعتي، بلاقي ان انا عندي 4 ستيت ايديال جي ان تي 1 جي ان تي 2 جي ان تي 3، عندي 4 ستيت يبقى انا عندي 2 فليب فلوب. طيب 2 فليب فلوب، تاني خطوه هبتدي اعمل ايه؟ هعمل الاساينمنت بطريقه الاساينمنت اللي هو مديها لي اللي هو الباينري اساينمنت، يبقى انا هدي اساينمنت للستيتس بتاعتي 0 1 2 3. طب تالت خطوه محتاج ان انا اطلع المعادلات بتاعه النيكست ستيت بتاعتي اللي هو الاي اوف تي بلس 1 والبي اوف تي بلس 1.
ودي عرفنا بنجيبها ازاي، ان انا هبتدي اشوف الوحايد بتاعتي فين، الوحايد بتاعتي فين. انا عندي هنا ال A بالنسبة لي هي الديجيت دي، فانا عندي ال A هنا بصفر، ال A هنا بصفر، فمش مهتم بالاتنين دول، ال A هنا بواحد وال A هنا بواحد، فهم دول اللي انا محتاج اطلع معادلاتهم. طيب ال A هنا بواحد دون كان نتيجة ايه؟ ال A هنا بواحد كان جايلي من مسارين، هذه المسار الاولاني وهذه المسار التاني، يعني جايلي سهمين داخلين على الواحد ده. طيب محتاجة اشوف المسارين بتوعي دول كانت المعادلات بتاعتهم ايه، او اطلع المعادلة منهم ازاي. اول مسار بالنسبة لي هو الجاي من الستيت اللي اسمها ايديال، اللي هي زيرو زيرو، اللي هي بالنسبة لي عبارة عن A داش B داش. بعد كده مشيت في المسار دون اللي هو الار بتاعتي كانت بصفر، اللي هي ار داش ار واحد داش. بعد كده المسار دون الار اتنين بالنسبة لي بقت بواحد، يبقى عندي ار اتنين، يبقى ده اول مسار بالنسبة لي من الايديال باستخدام بار واحد داش بي ار اتنين، وصلت للجي ام تي اتنين. تمام. تاني مسار بالنسبة لي جاي لي من الستيت اللي اسمها جي ان تي اتنين، اللي هي عبارة عن اي بي داش. وبعد كده مشيت في المسار داون اللي الار اتنين بتاعتي كانت بواحد، يبقى اي بي داش ار اتنين. تمام. ده اول واحد بالنسبة لي في الستيت او في النكس ستيت بتاعت الاي. طيب تاني واحد بالنسبة لي هو هنا اللي هو ده الواحد ده. طب الواحد ده برضو جاي لي من مسارين، مسار بدأ من الايديال لحد جي ان تي تلاتة، ومسار تاني ماشي من الجي ان تي تلاتة ليرجع لنفسها، وفيها اقدر اطلع المعادلات برضو. هيبقى بالنسبة لي A داش B داش R واحد داش R اتنين داش R تلاتة زائد A B R تلاتة. تمام. بالمثل هطلع معادلات ال B of T plus 1، هشوفها بالنسبة لي هي فين، بواحد فين، وايه المسار اللي خلاني اوصل للواحد ده. طيب طلعت معادلات، اول حاجة طلعت معادلات ال next state، منهم اقدر اطلع ال JA وال KA وال JB وال KB. ايوه زي ما اتفقنا، اللي قدام الداش واللي قدام الكيو داش هيبقى عبارة عن الجي بالنسبة لي، واللي قدام الكيو هيبقى عبارة عن الكي داش، اعمل له كومبليمنت واطلع الكي بتاعتي. طيب تالت حاجة منساش ان انا عندي اوبوتس، عندي تلاتة اوبوتس اللي هو الجي واحد والجي اتنين والجي تلاتة، اقدر اطلعهم ايوه بسهولة، ان هو الاوبوت بالنسبة لي بيعتمد على الستيت اللي هو موجود فيها. فبالنسبة لي الجي واحد هيبقى عبارة عن A داش B، الجي اتنين هيبقى عبارة عن A B داش، والجي تلاتة بالنسبة لي هيبقى عبارة عن A B. خلاص وصلت، طلعت المعادلات بتاعتي، طلعت النيكست ستيت، طلعت الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي، وطلعت الاوتس بتاعتي عبارة معادلاتها عبارة عن ايه. ابتدي ارسم اللوجيك دايجرام بتاعي. كده وصلنا لنهاية الفيديو. اكيد اللي عنده مشكلة feel free to ask على الديسكشن بورد او على الايميل بتاعي.